من أغرب الصناديق اللي اكتشفت في التاريخ عن طريق الصدفة، وكانت موجودة في واحدة من القصور في لندن. الصناديق دي كانت موجودة في قبو مقفول من سنين. الأغرب إن الصناديق دي كانت بتحتوي على حاجات غريبة جدا. كان فيها مجموعة من الهياكل العظمية لكائنات صغيرة مفيش منها أي شبه للبشر. الصناديق الغامضة دي وراها حكاية أغرب من الخيال. صناديق ميرلين الغامضة 1960، وفي منطقة في مدينة لندن. كان في مجموعة من العمال بتقوم بأعمال هدم لواحد من القصور القديمة، وخلال عمليات الهدم نزل واحد من العمال الطابق السفلي، وبالصدفة لقى باب سري كان مقفول، وكان من المستحيل ان حد يلاقيه غير عن طريق الصدفة، علشان جوه يلاقوا مفاجأة في انتظارهم. العمال اتفاجئوا بمجموعة كبيرة من الصناديق المقفولة. بدأوا يفتحوا الصناديق دي علشان يتفاجئوا بحاجات غريبة وعجيبة داخل الصناديق. كانت مليانة بجثث محنطة لكائنات غريبة مفيش ليها أي شبه من البشر خالص، وكمان هياكل عظمية مثبتة في ألواح كأنها كائنات زي الجنيات أو الشياطين أو حتى كائنات فضائية. المهم إنهم كائنات مستحيل إنها تكون كائنات تعود لأي فصيل بشري. كمان داخل الصناديق دي كان في مجموعة من مخطوطات غريبة مكتوبة بلغات مش معروفة، بالإضافة لأعضاء بشرية محنطة وأجسام بتشبه الجنيات المحنطة وقطع أثرية ملهاش أي أصل معروف، يعني مش معروف هي من أي حقبة زمنية. وكمان كان في مجموعة كبيرة من الكائنات المشرحة والمحفوظة. مجموعة الحاجات الغريبة اللي لقيوها في صناديق ميرلين عددها كان أكتر من 5000 قطعة كانت محفوظة في صناديق جوه قبو القصر القديم. من الكائنات الغريبة اللي كانت جوه الصناديق جثة لكائن شبه الطفل، لكنه في وسط راسه في قرنين. الطفل ده اتسمى الطفل الشيطان أو ابن الشيطان. وكمان كان في كائن شبه التنين بس ليه قرون. كائنات غريبة وأشكال عجيبة ومخطوطات أغرب، ومحدش عارف إيه حكاية قصص صناديق ميرلين دي. ميرلين اتولد سنة 1782 في لندن، ماتت والدته أثناء الولادة، ورباه والده إدوارد. كان بيحب السفر لكل بلدان العالم، وكل دولة بيسافرها كان بياخد منها مجموعة من التحف والغرائب، وبالإضافة إن كان مولع بالتاريخ الطبيعي. ومن هنا ميرلين خد نفس شغف أبوه في جمع التحف الغريبة. بعد ما مات والد ميرلين، من هنا بدأ شغف ميرلين يظهر أكتر، تحديدا في جمع التحف النادرة والغريبة زي أبوه بالظبط. ولكن زاد عليه كمان إنه كان بيسافر وبيدرس علم الأحياء. زار ميرلين أماكن كتيرة جدا في العالم منعزلة، أماكن ما فيهاش بني آدم زارها قبل كده. وكمان كان بيكتب مذكراته لكل دولة سافرها. اتقال إنه شخصية غريبة جدا، بجانب إن شغوف بجمع التحف الغريبة والكائنات الغامضة والماورائيات وعلوم القدماء السرية. واتقال إنه عاش 117 سنة، وناس قالت عنه إنه بيمارس السحر، وده خلى ناس كتير جدا كانت بتخاف منه وبتبتعد عنه. لكن سنة 1942 وصلت إشاعات إن في شخص ظهر وبيقول على نفسه إنه هو ميرلين، وقدم وثائق بتثبت امتلاكه لقصر في لندن، وطلب ميرلين إن قصره يتعمل دار للأيتام، ونقل ملكيته فعلا لجمعية علشان تبدأ تعمل ملجأ. بس كان شارط حاجة، إن القصر ما يتباعش أبدا ومحدش يفتح القبو مهما كان السبب. بعد كده توماس اختفى تاني ومحدش شافه مرة تانية، لحد ما جت سنة 1960 وبدأ العمل في هدم القصر علشان يتعمل مشروع سكني جديد. سنة 2010 واحد اسمه أليكس عمل متحف في بيته وعرض فيه مجموعة نادرة من مقتنيات ميرلين، وقال كمان ان مذكرات توماس اللي لقاها في الصناديق بتحتوي على أفكار ونظريات متطورة ما كانتش موجودة في زمنه، زي مثلا ميكانيكا الكم العلمية ونظريات زي العوالم الموازية. وكمان في المذكرات اتقال ان الكائنات دي جاية لتوماس من عالم آخر. سلام عليكم.